شيء مباح ما دام يحقق مصلحة المتطرفين، وهم لن يعدموا وسيلة بحث عما يسمونها تخريجة. تراهم يدفنون عيونهم في بطون الكتب القديمة لاصطياد أي تفاسير وتأويلات فاسدة، ثم يقولون بملء أفواههم: ها نحن قد وجدناها، وباتت الطريق مفتوحة أمامنا للاستيلاء على الأموال، لانتهاك الأعراض، لسفك الدماء، دون أن نخشى الوقوع في الحرام. الفقه الإسلامي المتعارف عليه يكرر دوماً مصطلح الحلال في مقابل الحرام، وبينهما ما هو مباح. لكن مع الجماعات والتنظيمات المتطرفة تعزز تكرار كلمة استحلال، التي تبدو في حد ذاتها تعبيراً عن اغتصاب الحلال نفسه أو إدخال فيه ما ليس منه. وفي اعترافات متطرفين وإرهابيين ينتمون إلى جماعات وتنظيمات عدة تنتشر في بلدان عديدة، وردت كلمة الاستحلال كثيراً، معطوفاً عليها حديث عن سلب الأموال ونهب الممتلكات بغية الحصول على تمويل بأي ثمن، ولا سيما لدى الجماعات المحلية التي لا تتوافر لها مصادر مساعدة من جهات أجنبية، ولا يتبناها سراً بعض الموالين لما تسمى السلفية الجهادية. وإن أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله. فقبل أن تتصل الجماعات الإرهابية بالعولمة مع ثورة الاتصالات وهجرة العنف إلى جميع أرجاء الأرض، كانت تهاجم بنوكاً ومصارف ومحلات ذهب مملوكة لمواطنين عاديين، وتستولي على كل ما فيها من مصوغات مشغولة لبيعها وشراء أسلحة أو تدبير نفقات أخرى تحتاجها في القيام بعمليات إرهابية أو نشر أفكارها المتطرفة في ربوع المجتمع. ففي تسعينيات القرن العشرين كانت محلات الذهب التي يملكها المسيحيون في مصر مستباحة من قبل تنظيمي الجماعة الإسلامية والجهاد. وطيلة السنوات الفائتة لجأت بعض الجماعات العنيفة في الصومال إلى القرصنة في المحيط الهندي لتوفير أموال تنفقها على مختلف أنشطتها. وفي أواخر عام 2014 تم القبض على خلية إرهابية في المغرب مكونة من مغربي وجزائري وفرنسي، بعد نجاحها في السطو على أموال من مؤسسات مالية بفرنسا عن طريق النصب، بهدف تمويل عملياتهم الإرهابية وتهجير مجندين من المغرب وفرنسا للالتحاق بداعش. وقد كان هؤلاء يتقدمون إلى بنوك فرنسية بأوراق مزورة تخص شركات وهمية من أجل الحصول على قروض مالية. هل يجوز شرعاً ولأي سبب من الأسباب الاستيلاء على أموال الناس؟ لا يجوز شرعاً استحلال أموال الناس، فالمال هو من باب الملكية الشخصية للإنسان، من حقه هو وحده ما دام قد كسبه بالحلال أن يتصرف فيه. أما الذي يريد أن يسلب هذا المال تحت زريعة الاستحلال وأن صاحبه كافر أو فاسق أو مارق، هو لص يريد أن يستغل الشرع استغلالا سيئا في الاستيلاء والنهب. وجماعة الإخوان استحسنوا فكرة الاستحلال، فهو مفهوم ضمن أدبيات الإخوان قائم على نهب الآخر ولكن بتشريع ديني. عمر عبد الرحمن كان يعني قسم الأقباط إلى فئات معينة، ومن بين هذه الفئات من يعني إيه اعتبرهم محاربين، يعني استناد إلى فكرة الحرابة أو فكرة محاربة الإسلام، وبالتالي يذهبون إلى مسألة استحلال أموالهم. إنسانية معصومة في دمها، حيث لا يجوز قتل أحد بغير حق، معصومة في مالها، معصومة في عرضها. معنى معصومة أنه لا يجوز لأحد بغير حق
أن يتدخل. هذا المال مالي، هو في النهاية صحيح مال الله، لكن هو مالي أنا الذي استؤمنت عليه، وأنا الذي أؤدي عنه الزكاة، وأنا الذي أحاسب عنه أمام الله سبحانه وتعالى. وبالتالي حفظ المال جزء من مقاصد الشريعة الإسلامية وليس مال المسلم فقط، حفظ المال كقاعدة عامة. هذا الشخص أو هذه الجماعة موجودة في دولة تحكمها قوانين وتحكمها شرائع، الإسقاط على واقع تاريخي معين في الحروب، في واقع الحروب، حتى الحروب في الإسلام تنظمها اتفاقات دولية يوقع عليها أو توقع عليها الدول، وبالتالي يبدو هذا المبدأ مبدأ بربري همجي لا علاقة له لا بدين ولا بشرع. الإسلاميين المتشددين بدأوا يتلبسهم فكرة المظلومية، وفكرة المظلومية وثقافة المظلومية دي منعطف تاريخي خطير جدا في الحركة الإسلامية، أخطر من كل الكتابات لأنها وجدانية. ده موضوع بيخلق بنية نفسية ما عندهاش استعداد تترك العقل يسيطر على الفعل، هي بتترك الوجدان يسيطر على الفعل، وبالتالي تبدأ في تصنيف العالم وفقا للحب والكره. هم عندهم مشكلة مع اللقباط، هي مشكلة وجدانية وليست شرعية. وأول استحلال حصل في الحركة الإسلامية كان الهجوم على محل مجوهرات بيملكه قبطي لتمويل عملياتهم، وكان التبرير، وأنا لا أعتبر أن في الأمر أي أسانيد خالص من أي نوع، أنه قبطي. هناك نوعان من أنواع المصادرات، المصادرة لسبب دولتي إداري، والمصادرة لسبب ديني، بمعنى أن يقولوا إن أموالهم حلال لأنهم مرتدون أو لأنهم كفار أو كذا، وهذا طبعا تهريج وينبغي أن يقتلوا، هذه مفسدين في الأرض مثل العصابات قطاع الطرق يعني، وإن كان يدعون أنه عقائدي. شاهدنا جماعة الإخوان ما فعلوا فترة التسعينيات في الجزائر من نهب واستحلال لأموال الناس المدنيين العزل رغم أنهم من المسلمين. وإلى جانب مداخله من فرض فدى مالية باهظة لتحرير الرهائن الأجانب الذين اختطفهم، وفرض الضرائب والجمارك والجبايات، وتلقي أموال من أجهزة استخبارات، يشكل الاستحلال المبدأ الرئيسي لدخل تنظيم داعش، حيث يفتح أمامه باب النهب والسلب. فقد دأب التنظيم على الاستيلاء على بعض المؤسسات والمصالح الخدمية كالمستشفيات ومرافق المياه والكهرباء، وكذلك على بعض المحال التجارية والمطاعم، ونهب ما فيها من مؤن وسلع وموارد أو إدارة التنظيم لها وتحصيل عوائدها. ويغير التنظيم على بعض القرى والمدن ويستولي على ما يجده نافعا له بدعوى أنها غنائم حرب، وفي مقدمة هذا سرقة البنوك مثل ما جرى مع بنك الموصل وخزائن الشركات الكبرى. وتباع البضائع والمواد غير العسكرية في أسواق محلية لبيع المسروقات، وكان يسمح لمسلحي التنظيم بشراء هذه البضائع بنصف ثمنها، ويمكن للناس أن يشتروا أي شيء مما تم نهبه، بدءاً من السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث وأبواب المنازل والنوافذ. هذا هو مبدأ الاستحلال الذي تؤمن به جماعات متطرفة إرهابية وتكفيرية، فتعيث به في الأرض فسادا حين تسطو على المصارف ومحلات بيع الذهب، وتستولي على آبار النفط والغاز وصوامع الغلال والمصانع. هل يجوز شرعاً ولأي سبب سبي النساء وهتك الأعراض؟ لا يجوز شرعاً سبي النساء وهتك الأعراض بدعوى أن المسلمين في حالة حرب، ومن ثم أعداءهم مستباحون في أعراضهم وأملاكهم وكل شيء. فالإسلام وضع قواعد للحرب أنها حرب عادلة وحرب دفاعية، وهي مفروضة وكر،
فإذا خاضها المسلمون عليهم أن يلتزموا بقواعد أخلاقية فيها لا تبرر لهم السب ولا القتل ولا النهب ولا السلب تحت أي زريعة من الزراعة. عار على الإسلام ومصيبة على المسلمين، وأن يجري ذلك باسم الدين ليعيد نظام الجواري ويعيد نظام المستعبدين والمستعبدات ويتاجر بالنساء. أنا شفت تاجر عراقي جاء إلى لبنان وسني، وزعم لي أنه هو اشترى من داعش نساء وأطلق سراحهن وكذا. لا أعرف من أين أتى المتطرفون والإرهابيون بنظريتهم البائسة عن الاستحلال التي صورت لهم أن بوسعهم استباحة أموال الناس وأعراضهم بل ودمائهم وهم في مأمن من العقاب الأخروي. إنهم يلوون أعناق النصوص ويتلاعبون بالمرويات والوقائع التاريخية كي يسولوا لأنفسهم هذا الأمر الخطير الذي رأيناه متجسدا في مصر حين استحل الإرهابيون أموال الأقباط، ورأيناه في العراق وسوريا حين استحلوا أموال المسلمين ونساء اليزيديين اللواتي باعوهن في سوق النخاسة. كما استولى التنظيم على آبار نفطية في العراق وسوريا وهرب محتواها وباعه في السوق الدولية السوداء بأثمان أقل من السعر العالمي الذي حددته أوبك، الأمر الذي جعل كثيرا من التجار بل من الدول تقبل على نفط داعش، بما سهل للتنظيم أن يجعل منه مصدرا أساسيا للدخل في الأماكن التي أعلن قيام دولته فوقها. وهناك تقديرات بيّنت أن داعش كان يحصل على 3 ملايين دولار يومياً من هذا المصدر، قياساً إلى ما أظهرته صور ملتقطة من الفضاء والطائرات الحربية تظهر ضخامة حجم تجارة النفط غير الشرعية تلك، إذ أن قافلة واحدة من الشاحنات الناقلة للنفط من سوريا امتدت إلى عدة كيلومترات. واستحل التنظيم أيضاً تجارة الآثار بعد استيلائه على مناطق أثرية كبرى في سوريا والعراق، وقام بتفكيكها بدعوى أنها أصنام يمكن أن تعبد من دون الله، وقام بتسجيل فيديوهات والتقاط صور تظهر تحطيمه لهذه الأماكن، بينما هو في حقيقة الأمر قام ببيع كل ما عثر عليه فيها إلى تجار آثار كبار وإلى دول معنية بالاستيلاء على بقايا الحضارات القديمة على أرض العرب. ما هي الأسانيد التي يتكئ إليها المتطرفون لتبرير مبدأ الاستحلال؟ يستند المتطرفون في استحلال أموال وأعراض الآخرين على فكرة التكفير، أن هؤلاء كفار، ومن ثم مالهم ونساءهم وأعراضهم وكل أحوالهم من الممكن أن تكون مستباحة. اليهودية على الأقل حتى عصر إشعياء الثاني كانت قائمة على فكرة الانتقائية الأخلاقية، بمعنى أنه في أخلاقية يهودية في التعامل مع اليهودي وأخلاقية نقيضة للتعامل مع غير اليهودي. التعامل مع اليهودي هي الأفكار الإيمانية اللي هي ناتجة من وصايا موسى العشر وبنية التوراة وبنية الدين التوحيد عموما، اللي هي الأخلاق الإنسانية المعتدلة والمتسقة مع نفسها. أما التعامل مع غير اليهودي فيجوز في مواكيته ارتكاب كل المعاصي. الإخوان في الحقيقة يستعيروا هذا المفهوم من الدين اليهودي، ومن ثم فهم حركة ارتدادية حتى داخل الدين التوحيد نفسه. بيستند على تكفيرهم الأول فيبقوا مباحين، بيستند على فتاوى تنظيمية ليست فتاوى شرعية من الأمة ولكن فتاوى تنظيمية داخلية، بإما بتكفير معين أو بتكفير فاعل أو تكفير الفعل نفسه. تكفير معين يعني محمد أو إبراهيم أو حسين أصبح كافرا لأنه ارتكب كذا وكذا، هذا بتكفير، أو تكفير من يفعل فعل كذا أو من ينتمي إلى كذا. البعض يصل ما بعد التكفير إلى استحلال. الاستحلال 3 حاجات: الدماء والأموال والأعراض. هم استحلوا كثير من الدماء، واستحلوا كثير من الأعراض، واستحلوا كثير من الأموال، ويظنون أنهم بذلك إنما يعتمدون على الدين، لكن
قبل أن ندخل حتى في تفاصيل الآيات القرآنية التي تمنع والأحاديث النبوية التي تمنع، لأن الجميع يعرفها صراحة، وإنما هذه نتيجة طبيعية لاحتكار الحقيقة وتفسيرها على هواهم، لأنه لا يوجد في نص ديني ما يبيح أموال الآخرين. كان شكري مصطفى يعني قتل الشيخ الذهبي الله يرحمه، لأن الشيخ الذهبي كان من علماء الأزهر الكبار اللي كانوا بيهاجموا فكر الجماعة، لكنهم كفروه وقتلوه، وطبعا ممكن وارد جدا ان هم حتى يستحلوا أموال المسلمين. هذا يعني نوع من السفه يعني، ونوع من التخبط اللي يدخل في معنى الاضطراب النفسي أكثر من كونه تعبيرا عن حالة دينية. مبدأ التكفير هو أس الفساد في هذه المسألة، وهذا موضوع يتناقض بالكلية مع منطق الإسلام ومع جوهر دعوة الإسلام. التتار لما جم وضعوا كتاب ليحكموا به الناس في هذه المنطقة التي استولوا عليها، السكان مسلمين والحكام وثنيين، فوضعوا كتاب فيه خليط من الأحكام الدينية ومن الشرائع والأعراف اللي هم اعتادوا أنهم يحتكموا بها في بلادهم، وأرادوا أن يلزموا المسلمين للاحتكام إليه. فابن تيمية كفر من يقبل الاحتكام إلى هذا الكتاب، لأنه فيه أحكام تضاد أحكام الشرع مضادة تامة. رقم واحد، تم نزع الواقعة من سياقها وقسوها على المجتمعات المعاصرة. قال لك أصل الدساتير بتاعت الدولة الوطنية الحديثة، كلام ده كان فترة السبعينات بالضبط زي الياسق أو الياسة، فما دام ابن تيمية كفر اللي يحتكم لدي يبقى اللي يحتكم لدي كافر. طبعا هذا كلام غير صحيح. أما استحلال الأعراض فقد مارسه داعش بإفراط في الأماكن التي سيطر عليها، واستحل نساءها ولا سيما من الأزيديات بدعوى أنهن سبايا أو غنائم حرب، ومن ثم طرحهن للبيع في سوق النخاسة الذي أقامه لهذا الغرض. وهناك نوعان من الاستحلال تبنتهما الجماعات والتنظيمات الإرهابية. الأول هو استحلال مال الأفراد المخالفين في الدين أو المذهب أو الجماعة، والثاني هو استحلال المال العام عبر عمليات السطو على البنوك وخزائن مصالح حكومية، إلى جانب التزوير والتزييف للعملات أو المستندات. وتستعمل هذه التنظيمات تلك الأموال المسروقة في شراء الأسلحة وتسهيل مهام عناصرها للقيام بعمليات إرهابية وشراء الضمائر والذمم في عملية تجنيد العملاء في المؤسسات الرسمية وغيرها، إلى جانب الإنفاق على الحياة الخاصة لقادة التنظيمات. في أي ضروب يتم إنفاق ما يستولي عليه المتطرفون من أموال؟ هم بيزعموا أنهم صرفوها في سبيل الله، زعموا أنهم أنفقوا فيها على المساجد وعلى أبنائهم في التنظيم، لكن ما يعلمه أعضاء هذه التنظيمات أن بعضا منهم ممن خبأوا الأموال في بيوتهم أنهم استحلوها لأنفسهم، يعني بعد ما خدوا فلوس المسيحيين على اعتبار ان هم اموالهم غنائم وحلال وانهم يعني كفار وان اموالهم بالنسبه لنا حلال وهننفق بقى بنجيب سلاح ونحارب الدوله الكافره، بعضهم اخذ الفلوس لنفسه. يعني من ايام حسن البنا هو كان بيعتبر ان المال مال الله او ان الدعوه دعوه الله، وان هم يوزعوا الاموال زي ما هم عايزين. وبناء عليه كان في قضيه شهيره في لحسن البنا في قضيه ما يسمى شهاب محمد، إن هو كان اتجمع جنيه لفلسطين، وبعدين حسن البنا أخذ جزء من هذه الأموال وصرفها على التنظيم وعلى الشعب، ومجموعة شباب محمد عرفت وخرجوا من التنظيم بهذا السبب، واعترف حسن البنا وقال هنرجع هذه الفلوس لاحقا. التنظيمات المتطرفة عندما تستولي على أموال الآخرين تستخدمها في تمويل أنشطتها، إما في شراء السلاح أو إعاشة الأفراد أو غيرها من اللوجستات المرتبطة بعملياتها الإرهابية أو الدعاية لأفكارها بشراء مواقع أو غيرها من أساليب نشر أفكارها أو أيديولوجياتها، وبالتالي هي تستخدم هذه الأموال لتصب في اتجاه اقتصاد الحرب الذي تشهره في مواجهة المجتمع. استخدمها في الإنفاق على التنظيم، التمويل التنظيم، مثلا يريد سيارات، يريد سلاحا مثلا على سبيل المثال،
يريد كل هذا الكلام، وبالتالي هو ليس لديه موارد، فيعني يأتي بالسلاح، يأتي بالموارد، ينفق على التنظيم في حركات مختلفة وهكذا. بعض الإخوان إن هم كان بيخلوا الأخوات يجي خطيب عاطفي يتكلم عن النساء المغتصبات والأطفال اليتامى وما أعرفش حاجات زي كده، ويخلوا الأخوات في الأول يخلعوا حلقان ذهب وغوايش فلسوا ويرموها في الصندوق اللي بيجمعوا فيه مع بكائية، فالناس كلها تبكي وتعيط وتخلع الذهب بتاعها. فكان عندهم قدرة رهيبة جدا على تجميع الأموال بهذه الطريقة، ولذلك هذا اللي عمل $6 مليار من نتائج أفغانستان. وبعد كده بدأوا يجمعوا للبوسطة الهرسك، وبعد جابوا مش عارف لألبانيا وحاجات زي كده، وبعد كده عملوا بنك التقوى ب$3 مليار. فده على مستوى استحلال المال، ان هو بيعتبر ان المال كله مال الله، وان الدعوة دي دعوة ربنا، فالفلوس تروح لأفغانستان، تروح للشعب، تروح للانتخابات، كلها في النهاية دعوة ربنا. وحين تسبي النساء فتصير فائقات الجمال منهن خليلات لقيادات هذه التنظيمات باسم غنائم الحروب وملك اليمين، وتباع البقية في أسواق النخاسة.